طيب هنروح لتليفون مهم جدا جدا مع واحد من المحللين الجامدين جدا، المحللين دايما بنستمتع بيهم في الكره العالميه وبيمتعنا في اي مكان هو بيكون موجود فيه، اراؤه كلامه تحليلاته وكل شيء، واكيد طبعا بيشرفني ان هو يكون موجود معايا ومع حضراتكم علشان نستفيد من رايه ونعرف كمان رايه في الكره الالمانيه. هو بافاري جدا 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 بيعشق البايرن، لكن هل هو راضي عن البايرن ولا لا؟ المحلل وضيفي الكابتن تامر بدوي. تامر برحب بيك. اهلا بيك يا عمر حبيبي، وحشني جدا جدا، وبرحب بيك وبشكرك على المقدمه الحلوه دي، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي اللي اشتغلت فيه وكان ليا الشرف ان انا اشتغل فيه الفتره. يعني شرف اي مكان تكون موجود فيها تامر، يعني بسم الله ما شاء الله ثقافه ولغه وتحليلات فنيه، ودايما بتتابع طبعا الكره العالميه، وانت واحد من الناس رقم واحد في مصر، فلازم ان انا اقدمك وادي لك حقك. لكن هل انت راضي عن البايرن بعد المستوى اللي بيقدمه وبعد التذبذب فيها المستوى، والاداره لحد دلوقتي ما اعلنتش عن الخطه القادمه؟ هل هيتم الاستعانه بمدير فني جديد الفتره اللي جايه علشان البايرن يبدا يركز في الشامبيونز ليج ويبدا يركز في بطوله الدوري، ولا القياده المؤقته هتكون مؤقته لشويه كمان؟ طيب تعالى نمسك الموضوع من الاول يا عمر، هنعمل فلاش باك لبدايه السيزون من الاول. لأول مرة على غير العادة إن إدارة بايرن ميونخ تشتري لعيبة وتفتح الخزنة، تمام، وتبدأ تجيب لعيبة ليها اسم وليها تقل وعندها سي في قوي يا عمر. تمام مظبوط. عكس مكان السياسة اللي بتتبع من قبل إدارة بايرن ميونخ، وده جه بسبب أسباب كتيرة جدا، زي ما بنقول الفريق بيغير جلد، خلاص روبن وريبيري بيرحلوا عن الفريق، الاثنين اللي قتلوا للفريق وقت طويل قوي، بدات تجيب لعيبه كتير، سمعنا ان بايرن كان قاب قوسين او ادنى ان هو يوقع مع لوري سانيه لو تفتكر قبل ما يجي رباط صليبي في السوبر الانجليزي ويتعمل فريزنج للصفقه. غير كده جاب بيريشيتش من الانتر، راجل لعب نهائي كاس عالم، ناهيك بقى ان هم بص عمر على النقط دي الشخصيه اللي بايرن بيحاول يعملها، التعاقد مع لعيبه ابطال عالم، يعني مثلا لوكاس مثلا من اتلتيكو مدريد هو بطل عالم مع فرنسا، بافار من شتوتجارت هو بطل عالم مع فرنسا، بيريشيتش لعب نهائي كاس عالم، بتتكلم على لعيبه كلها طبعا غير الالمان اللي كسبوا كاس عالم، مثلا زي مانويل نوير، زي توماس مولر، اللعيبه اللي هي مع منتخب المانيا كسبت كاس عالم، بواتينج مثلا، كل دي لعيبه هم بيصنعوا شخصيه فريق بطل، يعني يعرف يلعب على الطوله. ده من وجهه نظري حط نيكو كوفاتش المدير الفني السابق تحت ضغط، اللي هو بما معناه اتفضل يا استاذ احنا جبنا لك بقى صفقات مالكش حجه، ما تقدرش تشتكي، احنا جبنا لك لعيبه، لعيبه كمان بتعرف تلعب على الطوله، فابدا العب على الطوله وابدا حقق بطولات. ده حطه تحت ضغط شويه. الراجل كان في الاول بيأدي صوره لا باس بيها، لكن جه في مباراة اينتراخت فرانكفورت الخمسة المذلة اللي خسر بيها بالخمسة الشهيرة، عمل في عرف الكورة كده عمر، عمل جنايات لا تغتفر. أولا هو لعب اثنين قدام السنتر باكين في قلب الملعب، على ما أتذكر لعب كوتينيو وتياجو الكنتارا، اثنين لا يمتلكوا أي نواحي دفاعية تماما، غير كمان إن هو كان ملاعب في المباراة دي ديفيد ألابا اللي هو أصلا باك ليفت، ودخله سنتر باك علشان يلعب ديفيس افونسو اللي هو الراجل الكندي اللي بيتوظف دلوقتي كباك ليفت. فبلغه الكوره كده انت عريت السنتر باكين وزي ما بنقول كشفتهم. فعمل اخطاء كبيره جدا، ضيف عليها ان هو فقد السيطره شويه على غرفه اوضه اللبس، ضيف عليها كمان ان هو مش اسم كبير قوي في حته التعاقدات، ان اللعيب مثلا لما يبقى في لعيب المدير الفني اسم تقيل بيفاوضه، اللعيب ما بيفكرش كتير يا عمر عشان يروح. يعني لما مثلا مورينيو بيفاوضك انت بتروح على طول، زي مثلا محمد صلاح لما اتنقل من بازل الى تشيلسي، اسم مورينيو ووجود مورينيو في تشيلسي في اللحظه دي بيجذب اي حد وبيقنعه ان هو ينضم ليه على طول. حقيقي. فنيكو كوفاتش مش من الاسماء الكبيره اللي تشد اي لعيب ان هو يروح يتمرن تحت ايديها، مش جوارديولا، مش زين زيدان، مش مورينيو، مش يوب هانكس، طبعا مش يورجن كلوب، الاسماء الثقيله قوي.
فده اثر شويه على مين المدير الفني اللي جاي تعمل للبايرن. هل يعني في اسماء مطروحه؟ هل فعلا بوكيتينيو المدير الفني السابق لتوتنهام واحد من ضمن الاسماء، ولا هي مجرد رومرز او اشاعات موجوده على السوشيال ميديا وعلى المواقع اللي بتجتهد الى بعض الشيء عشان تحاول تعرف اسم المدرب؟ والله يا عمر انا امبارح كنت سهران قدام التلفزيون الالماني زي ما انت بتقول. هبدا كلامي بالجزء اللي انت نهيته، ان هما كانوا بيتناقشوا في التلفزيون الالماني ان بيتقال المعلومه دي، انا لسه حتى ما اتاكدتش منها، بس طالما اتقالت في التلفزيون الالماني الناس دي ما بتطلعش تقول معلومه حقيقي غير لما بيكونوا متاكدين منها، ان بوتشيتينيو اسم اتطرح بقوه تاني من جديد لتولي بايرن ميونخ، خاصه ان هما بيتكلموا ان وجدوا ان في شرط محطوط في العقد ما بين بوتشيتينيو واداره توتنهام، ان توتنهام كان حاطط بند ان انت لو هتمشي ما ينفعش تمرن فريق انجليزي في نفس الموسم اللي انت هتمشي فيه في انجلترا. عاوز تمسك فرقه كومبيتيتور ليا او منافس ليا في الدوري الانجليزي، مضطر ان انت تدفع 14 مليون يا يورو يا جنيه استرليني، وتش ده رقم غالي جدا، يعني يروحوا يشتروا بيه لعيب احسن بدل ما يجيب مدرب، كانه شرط جزائي لمدرب. فده اللي رفع من اسهم بوتشيتينيو في حته ان هو خلاص ما ينفعش يمرن في انجلترا السنه دي، فممكن يروح بايرن ميونخ في الوينتر بريك. لكن في اسماء كثيره طبعا كانت اتطرحت على راسها ارسن فينجر، في ماسيميليانو أليجري المدرب السابق ليوفنتوس. لو تامر بدوي هو صاحب القرار في البايرن، يولي مين المسؤوليه الفنيه لنادي بايرن ميونخ من المدربين اللي تم طرحها واللي متاحين في الفترة الحالية، تختار مين؟ هانز زيتا فليك. هانز لازم يكمل، فليك لازم يكمل. وجهة نظري أولا تمام، هو عارف الشخصية عمر بتاعت العقلية الألمانية، وكمان بيعرف يتعامل كويس جدا مع اللعيبة. أنت شفت توماس مولر في ثانية اختلف بقى عامل إزاي بعد ما كان ناسي الكورة وخلاص كان بلغة الكورة كده بيشطب خلاص. بص اتحول إلى إيه، كل مباراة بقى بيسجل أو بيصنع، رجع تاني احياء. العقليه الالمانيه هم زي ما بنقول كده هم فاهمين بعض. الراجل بصرف النظر عن مباراه ليفركوزن اللي خسرها يوم السبت، لكنه بيأدي بصوره كويسه جدا. الراجل اول لما تولى كسب اولمبياكو في الشامبيونز ليج 2-0، دخل على دورتموند كسب بنتيجه كبيره 4، دخل على ديسلدورف كسب 4، دخل على ريد ستار في صربيا ودي فرقه رخمه، انت عارف عملت ايه مع ليفربول السنه اللي فاتت؟ طبعا طبعا هيفي سكور 6. بصرف النظر بقى عن ليفركوزن والمباراه اللي خسرها كان غير موفق، يعني هو الراجل ضيع فرص كتيره جدا، في منها اللي جت في العارضه، في منها اللي جت في القايم، فالراجل عمل اللي عليه ومش من اول مباراه هيقع فيها هتقدر تقول ان هو مدرب ضعيف. لا طبعا انا وجهه نظري ان هو لازم يكمل، لازم تديله الثقه او تقدر تقيم التجربة. بمعنى ان انا ما ينفعش مثلا عمر اديله 6 ماتشات او 8 ماتشات واغيره وبعدين ما اقدرش اقيم التجربه، طب هو كان الغلط فين؟ لا انا لازم اديله كل المساحه كامله، ولو هو عاوز لعيبه مثلا في يناير وفي نهايه التجربه بقيم بشوف الراجل ده يقدر يكمل للموسم الجديد ولا لا. طيب عايز من وجهه نظري هو لازم يكمل. طب عايز اروح معاك للبالون دور، هل شايف ان ميسي بعد التسريبات اللي حصلت هل ميسي يستحق فوزه باللقب السادس ليه على يعني في تاريخه بالنسبه للبالون دور والجائزه المقدمه من الفرنس فوتبول، ولا انت شايف ان رونالدو او غيره من اللعيبه المرشحين او فان دايك هم اللي يستحقوا ده؟ وهل انت شايف ان محمد صلاح لو جه في المركز الخامس زي ما احنا قلنا وبعض التسريبات، الكلام ده على مسؤوليتي انا، جه بعض التسريبات لان ان صلاح هيكون موجود في المركز الخامس، هل لو ده حصل فعلا يعني العمليه بالنسبه لك متوازنه وان كل واحد كده واخد حقه، ولا انت كنت شايف ان كان في حد ممكن يستحق يتوج بالجائزه وان محمد صلاح يستحق سواء مركز متقدم او مركز اقل كمان من الخامس، شايف ايه؟ طيب هو في البدايه تعالى نتكلم على اللي مين اللي هيكسب الجائزه. هو بتتكلم في العموم، ميسي هو طبعا احسن لاعب في العالم باي فار بمسافه كبيره جدا عن اي منافس ليه. تمام. لكن بتتكلم على السيزون اللي فات، لا من وجهه نظري فان دايك يستحق ان هو تمام يكون افضل لاعب في البطوله، وللاسف للاسف يا عمر حاسس ان او شايف كمان، مش بس احساس، بدات احس بيها في الملعب، اللهم ان المباراه اللي فاتت اللي خلص فيها المباراه بضربتين راس لليفربول، استثني المباراه الاخيره من ساعه لما خسر الجائزه بتاعه الفيفا وفاز بيها ميسي، وانا حاسس ان دي اثرت زي ما يكون على نفسيته وبان على ادائه ان هو زي ما يكون محبط
صح. مش ده فان دايك اللي احنا كنا عارفينه بيأدي الموسم اللي فات. السنه دي مستواه قلل شويه، رجع بقاله مباراتين ثلاثه بيأدي بصوره جيده، لكن من وجهه نظري الشخصيه هو ساهم بصوره غير طبيعيه السنه اللي فاتت في مع ليفربول، ويستحق كتقييم كلاعب مستواه ثابت. نقل ليفربول دفاعيا نقله ثانيه خالص. راجل بتشوف ليفربول السنه اللي فاتت نهى سيزون عامل كام كلين شيت، فده راجل اثر ولعب دور مؤثر كتير جدا. ميسي هو هيفضل ميسي عمر، يعني هو ميسي لو كسب النهارده الكره الذهبيه او ما كسبهاش احنا هنقول ان ميسي لعيب عادي؟ لا طبعا، ميسي هو احسن لعيب ان لم يكن افضل لاعب في تاريخ كره القدم. لكن وجهه نظري ان لو كسبت ميسي انت كده بتصدر الاحباط لاي لعيب في العالم، كانك بتبعت له رساله بتقول له مهما تعمل، مهما تتالق، مهما تفيد فريقك، مهما تاثر ايجابا على فريقك، ميسي اللي هيكسبها او رونالدو، فدي هيبقى فيها نوع كبير قوي من الاحباط للاعبين ده على مستوى العالم. ومش هيبقى علينا غير ان احنا نستنى الحقبه الزمنيه اللي بيلعب فيها ميسي ورونالدو تنتهي، وبعدين نبدا بقى نشوف منافس جديد على جائزه احسن لاعب في العالم للاجيال اللي طالعه، زي مبابي مثلا، زي راشفورد، زي اللعيبه بقى اللي هتبدا تطلع اصحاب السن الصغير شويه. محمد صلاح رايك هل يستحق فعلا المركز الخامس زي ما حصل في بعض التسريبات، ولا يستحق مركز متقدم، او انت شايف ان المركز الخامس مثلا ان هو لا بالنسبه لمحمد صلاح مثلا في مجامله شويه؟ لا طبعا، هو ما فيش حاجه اسمها مجامله شويه. اصل انت هتجامل يعني الناس هتجيب المجامله منين؟ لا انا عارف، انا بسالك، انا باخد رايك زي ما خدت رايك في ميسي والافضل فان دايك، فانا بسالك على محمد صلاح. محمد صلاح ما هو ممكن تامر تقول لي مثلا لا انا شايفه ثالث او شايفه ثاني، تمام. انت عارف ان طبعا العمليه بتصويت وبكلام طبعا بروفيشنال جدا جدا، لكن انا بتكلم على ايه؟ يعني انا بتكلم اللي ليا واللي عليا، علشان يعني محمد صلاح احنا مصريين وكل حاجه، لكن انا لازم ازنقك كده في حته سؤال صغير كده يعني طبعا. تعالى نركن العواطف على جنب، تمام، تعالى ننسى ان محمد صلاح ده مصري. جميل كده. لما تيجي تكلمني السيزون اللي فات ولا اللي قبليه محمد صلاح افضل، لا هقول لك السيزون اللي قبل اللي فات، صح، اللي هو اخذ فيه احسن لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي وخسروا فاينل الشامبيونز ليج قدام ريال مدريد. اوكي، سبحان الله، السنه اللي فاتت او الموسم اللي انتهى اللي فات يعني كسبوا الشامبيونز ليج، وصلاح كمان سجل في الفاينل في ضربه الجزاء اللي كانت في اول خمس دقائق. ومع ذلك انا شايف ان الموسم اللي فات ساديو ماني كان مؤثر اكتر من محمد صلاح مع ليفربول السنه اللي فاتت، وده ما يقللش من محمد صلاح، بالعكس ده كان يرفع من اسهم محمد صلاح، لان محمد صلاح لما فاز بالموسم اللي قبل اللي فات بجائزه احسن لاعب والهداف بدات العينين تبقى عليه اكتر، وتضييق المساحات يبقى عليه اكبر، والرقابه عليه تبقى اكبر، وبالتالي ده منح ساديو ماني الجناح الثاني اللي قصاده الناحيه الثانيه، ان هو يبقى عنده انطلاقات ومساحات يقدر يبقى مؤثر. فتعالى نركن العواطف على جنب، لا، السنه اللي فاتت محمد صلاح كان يستاهل احسن لاعب في العالم او ثاني او ثالث، مش هنختلف، لكن السنه دي انا شايف ان محمد صلاح ما يستاهلش يبقى في اول ثلاثه في وجهه نظري الشخصيه لو هتمشيها من عواطف. تمام. عواطف يبقى اللي هو الاول افندم، لو هي بالعاطف يبقى هو احسن لاعب في العالم. مظبوط. طيب يعني يا تامر، يعني انا فعلا بشكرك، لكن انا بقول لك يعني جهز نفسك كده علشان تكون موجود معنا ان شاء الله في حلقه من الحلقات اللي جايه، علشان تعرف جمهور الكوره والجمهور الاهلاوي بيعزك قد ايه وبيحبك ودايما بيستمتع بيك، وانت لما بتكون موجود اضافه كبيره جدا جدا لينا كلنا. فبشكرك شكرا جزيلا، ومعلش طولت عليك.